300 بقى. عايز شوف الكمبيوتر، عايز شوف الكمبيوتر. انا ايوه 98. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بسرعه بسرعه هنوصل 500,000. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر التنبيهات وتعملوا لايك. انا بصراحه مستغرب حوار ان انا لازم دايما اوصل للرقم الجاي في وقت غريب، يعني انا واصل ال 500,000 الساعه 6 الصبح، ف يعني اعمل لها لايف ازاي دي ولا اصور فيديو ازاي؟ فطبعا صورت لكم وانا بوصل ل 500,000 بس لسه ما شفتهاش، فهنتفرج عليها مع بعض ونوصل 500,000 مع بعض. طبعا انا ما بعملش اي حاجه، كان نفسي اجيب بلالين وبقى وفرقع ودنيا، بس للاسف يعني ان شاء الله نعملها في المليون ان شاء الله. لا لا مش بهزر والله، لازم اعمل حاجه في المليون ان شاء الله باذن الله، اعمل حاجه حلوه قوي في المليون. فيلا بينا بقى عشان ما نطولش كتير، يعني انا عايز اشوف ال 500,000 بقى. يعني 500,000 اخ واخت، انت متخيل 500,000 اخ واخت؟ نص مليون يعني الحمد لله. يلا بينا بقى نبص عليهم ونشوفهم، ليتس جو. يا الله 499 962، الله 64. يا ابن اللعيبه يا سنوب، يا ابن اللعيب بجد يا جماعه. مش عارف اقول لكم ايه، بس شكرا 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 بجد، شكرا لكم قوي. الناس اللي نفسها توصل لحاجه او نفسها تعمل حاجه اعملها والله وهتوصل. كل مره بقول لك استمر وان شاء الله ربنا عمره ما هيضيع تعبك وهتوصل للي انت عايزه وهتوصل لمكان حلو قوي ما كنتش تحلم ان انت تكون فيه. فكمل واستمر ويلا بينا ان احنا نكمل بقى. الله الله الله، يا نهار ابيض يا ابن اللعيب. اوه 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 اوه، ما شاء الله ما شاء الله. معقوله؟ لا احنا لو بنفس السرعه دي، لو بنفس السرعه دي هنوصل للمليون في ساعه. ايه نزلت ليه؟ لا ده انا استغفر الله العظيم، حسدت، انا حسدت، ده انا نفس. ليه ايه ايه يا صاحبي؟ قلل قلل قلل. ايه يا جدعان يا جدعان؟ ايوه كده ايوه كده ايوه كده. انا عارف ان انتوا اشتركتوا من زمان، بس يعني انتوا بتطلبوا اشتراك ليه؟ ايوه كده يا عيل. يلا يلا يا ابن اللعيب يا ابن اللعيب يا ابن اللعيب. الله الله الله. انا 500 بقى. عايز اشوف الكمبيوتر، عايز اشوف الكمبيوتر. انا ايوه 98. يا ابن اللعيبه يا جامد 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 يا جامد. الله علينا الله الله الله. ليه 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 ليه؟ ايوه كده يا عم ايوه كده يا عم يا عم ايوه كده يا عم. بقى فرحونا بقى يا جدع بقى، ايه الحلاوه والجمال والدلال والطعامه؟ اي ده ايه ده ايه ده؟ وصلنا 500,000. رقم مش قليل بالنسبه لي. اي دونت نو هو بالنسبه لك ايه، بس بالنسبه لي انا رقم مش قليل. 500,000 بني ادم لو حطيتهم في ملعب كره قدم يملوه. شكرا لكم جدا. ان شاء الله استمر في ان انا انزل فيديوهات واستمر في ان انا اسعدكم وافرحكم. واعتقد ان ما عادش كلام اقوله، ما عادش غير ان انا اقول وكل مره هقولها خليك ورا حلمك، خليك مستمر وان شاء الله توصل اللي انت عايزه. بس كده ما اقدرش اقول حاجه ثانيه. كان معك احمد او سنوبي، اشوفك الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا. اي لاف يو. ان شاء الله نغير المايك ده ونجيب مايك ثابت بارم اسمه ايه؟ مايك مش موضوعنا، هو دراع بيمسك المايك يعني، بس مش هيكون المايك ده ان شاء الله، هيكون في حاجه تانية احسن وفي تقدم في القناه ان شاء الله. واخو ده جاي ان شاء الله لا مؤاخذه، اخو ده جاي ان شاء الله في الطريق. اخويا ده المهم يعني ما تنساش بقى تعمل اشتراك في القناه عشان نوصل 600,000 في اسرع وقت، ونوصل 700 و800 و900 ونوصل مليون. هعمل لك حاجه حلوه في هوزع 100 رويال باس، هوزع عربيات لامبورجيني، هوزع طيارات باخرات سفن، هي نفس الباخرات. مش موضوعنا، ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك. كان معاك اخوك سنوبي، اخوك، كلنا اخوات. ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك عشان احنا اخوات بقى وكده. اعمل لايك بقى، قلت لك مليون مره اعمل لايك بقى يا جدع بقى يا جدع. كان معاك احمد او سنوبي، اشوفك الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا. سلام.